أهلا وسهلا في مستشفى 57-357، صورة من صور المهارة والشطارة والإدارة. الحقيقة هي إدارة متميزة للغاية، لا تميز بين فقير وغني، لا تميز أي إنسان قادم من أي دين. هي تقدم خدمتها خالصة من أجل الطفل اللي هو عطية الله للمجتمع، تحاول إنها تخدمه وتعالجه وتشفيه. أنا أهني كل إنسان يعمل في هذه المستشفى وكل من يزورها، وأدعو الجميع للعمل وللخدمة وللتبرع والمساندة والمساعدة من أجل نجاح هذه المستشفى واستمرار النجاح. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة.